أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. أعلنت وزارة النفط الحالية أن صادرات العراق النفطية خلال عام 2021 بلغت أكثر من مليار برميل. وقالت شركة تسويق النفط سومو إن مجموع الصادرات النفطية للعام الماضي بلغ 1,102,188,000 برميل بمعدل تصدير شهري بلغ 91,809,049 برميل. وبيّنت الشركة أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 68,995,000,000 بمعدل 5,749,000,000 شهرياً. أعلن المجلس العالمي للذهب تراجع احتياطيات العالم من الذهب بعد بيع البنوك المركزية للدول كميات كبيرة من الذهب خلال شهر واحد. وقال المجلس إن احتياطي العالم للذهب تراجع بواقع 21 طناً ونصف الطن بعد بيع بعض الدول كميات كبيرة من الذهب، مشيراً إلى أن العراق حافظ على مركزه العالمي في المرتبة 39 للشهر السادس على التوالي من أصل 100 دولة. أثارت قيود الإغلاق التي فرضتها الصين على المدن الكبرى لمكافحة تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في قطاع الصناعة عالميا، بعد أن أعلنت شركتان لتصنيع رقائق المعالجات الدقيقة أن مصانعهما تأثرت من جراء الإجراءات. وزادت الإعلانات من القلق إزاء تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي، وذلك في وقت يحذر فيه محللون اقتصاديون من أن فيتنام وتايلاند ودولاً أخرى مهمة لحركة سلاسل التصنيع قد تفرض تدابير لمكافحة الفيروس من شأنها تأخير عمليات التوريد. أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5% في كانون الأول 2021 على أساس سنوي. وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي أن قطاع الطاقة كان الأكثر تأثراً إذ بلغت نسبة التضخم فيه في شهر كانون الأول 26%، يليه قطاع التغذية ب 3.2%. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. نهاية الموجز الاقتصادي دائما وأبدا في رعاية الله.